وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. تحياتي لك دكتور أيمن. الرئيس السيسي وجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء. خطط وزارة الكهرباء في هذا الاتجاه لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية في المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. هو طبعا ده من ضمن الاسس اللي كان سياده الرئيس حريص عليها من اول يوم لتوليه القياده السياسيه في مصر، اللي هو دعم هذا القطاع الحيوي واهميته في المشروعات التنمويه العملاقه. وطبعا العالم كله بيشهد مصر كميه مشروعات تنمويه كثيره جدا بتتم وقوميه، يمكن من ضمن المشروعات جنوب الوادي وشرق العوينات و طبعا تنميه سيناء، وبالاضافه الى الدلتا الجديده وما يتطلب ذلك من اضافه محطات محولات عملاقه، خطوط الجهد الفائق والجهد العالي، بالاضافه الى كل البنيه التحتيه المطلوبه. ويمكن عايز اقول لحضرتك ان في السنين اللي فاتت فقط كان تم ضخ حوالي 75 مليار جنيه على شبكات نقل الكهرباء لتدعيم التغذية الكهربية في مجالات كتير جدا، وخاصة في مجال الجزء الخاص بالتنمية، بالإضافة إلى المشروعات الكبيرة من الإنتاج الطاقة الكهربية. الحمد لله عندنا دلوقتي من إنتاج الطاقة الكهربية اللي يفي بكل الاحتياجات الحالية والمستقبلية وكل المشروعات التنموية. طب دكتور أيمن، العالم كله يتجه الآن أيضا إلى الطاقة المتجددة، وهناك توجيهات رئاسية بالاستمرار في خطط تعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها لتنويع مصادر إمدادات الطاقة. ما هي يعني خطط الوزارة في هذا الشأن، وهل الاعتماد فقط على الخبرة المحلية أم هناك تعاون مع خبرات أجنبية؟ لا طبعا، هو التطلع لهذا الوقود المستقبلي ده يعني خطوات إيجابية تم أخذها خاصة بالتعاون مع الخبرات الأجنبية، وكمان في نفس الوقت بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، وده من ضمن الأسس الخاصة بتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر الحمد لله بقى يعني عندها مشروعات حالية وإنتاج حالي من الطاقات المتجددة، ومشروعات مستقبلية المتوقع إن شاء الله على 2023 تصل إجمالي القدرات من الطاقة المتجددة أكثر أو حوالي 10,000 ميجا وات. وعلى مستوى الهيدروجين الاخضر في بعض المذاكرات تفاهم تم توقيعها مع الشركات العالميه لدراسه الانتاج والتصدير الخاص بالهيدروجين الاخضر، وكمان في نفس الوقت في مشروع بيتم تنفيذه حاليا على مستوى القطاع الخاص لانتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء. بالتأكيد طبعا هي مشروعات على يعني مستوى لسه مبدئي وتجريبي، بس إن شاء الله تكون انطلاقة لتكون لمصر بها باع وخطوات إيجابية في هذا المجال إن شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء.